بسم الله والابن والروح القدس له الواحد أمين. تحل علينا نعمته تعزيته من الآن والأبد أمين. إنجيل قداس هذا الصباح من إنجيل معلمنا ماري لوقا. والحقيقة عشان وقتنا ضيق أنا حابب أتكلم معاكو على فكرة شغلة البشرية من زمان، وهي فكرة الاحتياج إلى أن الإنسان مننا يبقى مميز. فكرة التميز دي، أن أنا عايز أشعر أن أنا ليا قيمة وأن أنا موجود وأنه عندي قدرات وعندي إمكانيات وعندي مواهب. وعلى فكرة في فرق كبير ما بين الكبرياء والإحساس بالتميز. إحساس بالتميز ده إحساس طبيعي ربنا خلقه جوانا، والدليل أنه ربنا لما خلق آدم وحواء خلقهم في الجنة في منتهى التميز، مش كده؟ يعني قبل ما يجيبهم كان مجهز لهم مكان مميز جدا، وفي نفس الوقت إداهم اهتمام، إداهم وقت يتكلم فيه معاهم. آدم كان يسمي الحيوانات بأسمائها، كان في درجة كبيرة من درجات التميز. فما أقدرش أقول إنه ربنا لما خلق آدم وحواء خلقهم وما كانوش مميزين. بينما الكبرياء إن الواحد ينسب الحاجات اللي بتميزه لنفسه. يعني ربنا النهاردة بيدي لكل واحد فينا حاجات حلوة كتيرة، مواهب وقدرات وإمكانيات، وبيدي له حب وبيدي له غلاوة. لو الإنسان قال أنا اللي غني، أنا اللي شاطر، أنا اللي ذكي، أنا اللي صوتي حلو، أنا اللي موهوب، ده كبرياء. لكن لو الإنسان قال أشكر ربنا لأنه خلاني أبقى ذكي، خلاني، حضراتكم فاهمين قصدي؟ فالتميز ده شيء مش خطية طالما الإنسان بيدي المجد لمين؟ لربنا. طالما بقول إنه ربنا هو مصدر تميزي أنا ماشي صح. فالحقيقة الإنسان من أول ما اتخلق وربنا حاطط جواه فكرة التميز دي ومشبعه بالتميز. وكان آدم وحواء قاعدين في الجنة حاسين بتميزهم وغلاوتهم وقيمتهم والبركات اللي ربنا مديها لهم في حياتهم. هو المشكلة جت منين يا أحبائي؟ لما الإنسان أخطأ واتطرد بره الجنة، وهنا شعر الإنسان أنه فقد إيه؟ تميزه. بقى في مشكلة بعد ما كان مركز اهتمام الله، وبعد ما كان موجود في الجنة، وبعد ما كان بيأكل من كل شجر الجنة بدون تعب، وبعد ما كان يسمي الحيوانات بأسمائها، وبعد ما كانش بيخاف من حاجة، وما كانش فيه مرض، وما كانش فيه موت، وما كانش فيه زلازل، وما كانش فيه خطية، لا، كل الكلام ده بقى موجود. فالأرض بتنبت لك شوكا وحسكا، وأنت تراب وإلى ترابه تعود. وإن الإنسان هيأكل خبزه بعرق جبينه في تعب وبهدلة. فبدأ الإنسان وبدأت البشرية تشعر بأنها إيه؟ مش مميزة، وإنها كده فقدت تميزها اللي كان ربنا مديهولها في الجنة. عارفين لما واحد سامحوني يكون عنده نقص، يقولك فلان ده عنده نقص، فيبتدي يخبط بقى. فالبشرية الحقيقة من ساعة ما خرجت من الجنة وهي عمالة إيه؟ تخبط. فبدأت تدور على طرق مختلفة تحاول بيها تعوض النقص اللي عندها. أدي لحضراتكم بعض الأمثلة. يعني في بعض الناس ساعات، ده مش بعض الناس، ده بعض الدول، بتقول إنه سر تميزها في قوتها. كل ما كان الشخص قوي كل ما كان إيه؟ مميز. وافتكروا حضراتكم قصة قايين وهابيل، لما هابيل قدم لربنا ذبيحة وربنا قبلها، وقايين لما قدم بكور الزرع بتاعه والثمر ربنا إيه؟ رفضها. فبدل ما قايين يقول أنا إيه الغلط اللي عملته، وبدل ما يراجع نفسه ويصلح نفسه إيه اللي حصل، قرر يوري أخوه إنه أحسن منه. هتعمل إيه يا قايين؟ همسكه أضربه أموته أوريله إن أنا قوي، يبقى أنا كده إيه؟ مميز. والفكرة دي لغاية دلوقتي موجودة. كل ما الإنسان رب عضلات، كل ما الإنسان كان قوي، كل ما كان الإنسان صوته عالي، كل ما كان الإنسان إيده يمدها ويضرب ويتخانق، كل ما كان إيه؟ قوي ومميز. فالناس تخاف ويسمعوا كلامه. بس الحقيقة البشرية لاحظت حاجة، إنك النهاردة بتبقى قوي وبتروح الجيم كل يوم ومربي عضلات فالناس بتخافك، بس عدي 50 والخمسة وخمسين والستين والخمسة وستين، هيحصل إيه بنعمة ربنا؟ هتبتدي تعجز وخشونة ركبة
وغضاريف والرقبة والسكر والضغط. واحد يقول لي ابونا انت بتنكد علينا، لا انا بقول لكم الحقيقة. وبالتالي العضلات دي هيحصل لها ايه؟ ولا ليها قيمة، وهتضعف. ولو انت دي طريقتك مع الناس، مع الناس الناس الصغيرة الضعيفة اللي كنت بتضربها، هتعمل ايه؟ هتكبر وهي اللي هتبقى قوية، وللأسف ممكن تعمل ايه؟ تضربك. فالبشرية قالت لا 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 لا، واضح ان العضلات مش هو ده المصدر الوحيد للتميز، ندور على حاجة تاني. فالبشرية فكرت في فترة، ولغاية دلوقتي بعض الناس كده، ان التميز بيجي من المخ. قالك بالعكس، المخ كل ما الواحد يكبر وشعر دقنه وشعره يبيض، تجيله خبرات ومعرفة وإدراك وعلم أكتر، مش كده؟ ومع الوقت ممكن تلاقي عيل صغير في المدرسة قد كده وجسمه قد كده، لكن ممشي وراه 10 شباب قده 10 مرات، وهو المخ وهم إيه؟ العضلات. ويوم ما يشاور لهم على حد يضربوه يضربوه، وهو اللي بيحركه، وتلاقيه صغير كده بس جبار. ليه؟ دماغه دماغه دماغه، فكر خطط يلف ويدور. ها؟ فالبشرية قعدت فترة تفكر بالطريقة دي، ان تميزك في الدماغ. وكل ما كبرت كل ما دماغك كبرت وفكرك كبر وفلسفتك كبرت ومنطقك كبر، وبالتالي هتعرف تأثر على اي حد. بس عارفين دكاترة علم النفس يقولوا ايه؟ ايه اكتر ناس عرضة للاكتئاب؟ مين اكتر ناس عرضة للاكتئاب في الدنيا؟ اللي دماغه شغالة طول الوقت ده، يعني اللي دماغه مريحة الحقيقة ما بيقولوش اكتئاب غالبا. انما اسألوا دكاترة علم النفس، مين اكتر شخص بيكتئب مع الوقت؟ اللي دماغه شغالة دي، اللي يقعد يخطط ويلف ويدور ويعمل. ها؟ ده مع الوقت من كتر ما استخدم دماغه والافكار دخلت دماغه، مع الوقت جرى له ايه؟ اكتئب. وبقى اللي دماغه مريحة ده، واحد يقول لي يعني ما استخدمش دماغي، يعني ما روحش جيم. وانا قلت كده يا حبيبي، روح جيم بس ما تعتمدش على عضلاتك، مش هو ده اللي هيديك تميز. يعني ما استخدمش دماغي وبقاش دكتور في الجامعة، يا حبيبي خليك يعني رئيس قسم مش دكتور بس، لكن مش هو ده الموضوع. انا بتكلم على الشخص اللي حاطط تميزه فين في القصة دي، وشايف انه احسن من اي حد بالطريقة دي. مرحلة ثالثة، انه وبرضو العالم لسه متأثر بيها، انه انت تميزك في القرش. ففي مثل يقول ايه؟ معاك قرش تسوى ايه؟ قرش. مش معاك ما تسواش. وانا هسألكوا سؤال، هو ايه اللي تجمعه على القرش يطلع قرش؟ زيرو، مش كده؟ صفر. يعني المثل بيقول لك ان حضرتك تمنك كام دايما؟ زيرو. فعلى حسب اللي في جيبك، يعني في جيبك قرش يبقى حضرتك ايكوال كام؟ تساوي كام؟ قرش. طب لو قرشين تبقى انت قرشين، طب 3 قروش، يبقى انت في جميع الاحوال ايه؟ بلا قيمه. والناس هتميزك ليه؟ عشان اللي في جيبك مش عشانك. لكن انت في جميع الاحوال لا قيمه لك. البشريه قعدت فتره ولغايه دلوقتي في ناس كده مستعد يعمل اي حاجه عشان يبقى معاه فلوس، عشان يبقى رافع مناخيره للسماء وكل الناس بتخدمه. كويس، الناس هتعمل كده، بس عشان ايه؟ عشان القرش، مش عشان حضرتك خالص. انا فاكر قبل الكهنوت كنت بساعد امين اسره ابتدائي، فمره طلب مني طلب غريب قوي، قال لي يا فلان عايزك تتابع برامج اعلانات الاطفال في التلفزيون. قلت له ليه يا استاذ، احنا مالنا اعلانات الاطفال؟ قال لي لا، ما انا عايز اعرف العالم بيكلم ولادنا يقول لهم تتميزوا ازاي. فشفت اعلان ما انساهوش لغايه دلوقتي، يمكن من حاجه وعشرين سنه. الاعلان ده بيقول ايه؟ بيقول للطفل، يعني بيخاطب الطفل، انك عشان تبقى مميز وماشي رافع راسك لفوق لازم تلبس جزمة معينة بتنور. يعني خلي بالكم، احنا نسينا طبعا التميز اصلا كان ايه. التميز كان ادم وحواء موجودين مع ربنا فين؟ في الجنة. دخلنا على العضلات ما نفعتش، دخلنا على المخ جاب لنا اكتئاب، دخلنا على الفلوس الناس ضحكت علينا، وصلنا دلوقتي بنعمة ربنا لإيه؟ للجزمة. وطبعا طول ما احنا عايشين في العالم ولانه البشرية عندها نقص، فكل شوية انا وحضراتكم هنسمع ايه؟ فكرة جديدة، فكرة للتميز مختلف. بس انا عايز اقول، طالما العالم ماشي خبط كده يبقى فكرته عن التميز مظبوطة ولا غلط؟ طالما كل شوية الفكرة بتتغير وبنتخبط كده، يبقى احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط؟ ده احنا بنبعد خالص. ده بعد ما كان آدم وحواء مع ربنا في الجنة وتميزهم بوجود ربنا في حياتهم في الجنة،
بقى بالنسبة لنا حاجات كبيرة قوي بتأثر في تميزنا. ماركة الجزمة، نوع البنطلون، تمن البدلة، منظر القماشة وهي بتلمع ومتفصلة مش عارف بإيه، هو ده اللي بقى بيدينا قيمة وبيدينا تميز. بصوا أحبائي، تميز الحقيقي اتكلم عنه السيد المسيح لما شاور على شخص وقال عليه ده مش بس مميز، ده أعظم مواليد النساء. مين الشخص ده اللي المسيح نفسه قال عليه بالفخرة؟ الشيك يعني؟ اللي بيلبسوا ثياب الفخرة موجودين في القصور. لكن أنا بقول لكم أنتوا طلعتوا تشوفوا حد بسيط جدا لكن جبار في نفس الوقت، حد يبان أنه ضعيف جدا لكن مميز جدا جدا جدا. وبالتالي يوحنا المعمدان كان نموذج للشخص المميز، للشخص اللي ربنا لما بيشاور عليه يقول عليه هو ده الإنسان المميز اللي أنا أحب أن كل البشر يتعلموا منه. عايز أقول حاجة أحبائي، بعض الناس بيقولوا أنه تميز يوحنا لأنه كان آخر نبي في العهد القديم، والميزة اللي عنده أنه كمان نبواته اتحققت. يعني خلي بالكوا آخر نبي في العهد القديم مين؟ يوحنا المعمدان، لأنه جه بعد منه على طول مين؟ السيد المسيح. فعظمته في أن نبواته شافها، يعني المسيح قال إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن إيه؟ يروا ما أنتم ترى. لا، هو يوحنا اتنبأ وشاف النبوة، فقد يكون ده من سبب تميزه. لكن بصوا تعبير يوحنا هو بيكلم الشعب إيه النهاردة، قال لهم صوت صارخ في البرية. هو ده يوحنا، إنسان بينادي الناس وبينادي نفسه إنه يبقى مع ربنا، إنسان عايز يتوب وعايز الناس إيه؟ تتوب، واخد الموضوع بجد. قال لهم كده: أعدوا طريق الرب، قوموا طرقه، كل وادي يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة، والوعر يصير طرقا سهلة، ويعين كل ذي جسد خلاص الله. عايز يقول لهم إيه؟ الحقيقة أنا دوري إن أنا أقول لكم وأقول لنفسي لازم نتوب وننتظر وننظر لخلاص الله. ودي كانت سر عظمته، إن واحد عاش في الدنيا من هو طفل صغير في البرية في علاقة مع الله لغاية ما ظهر لأجل الخدمة ولأجل إنه يشجع الناس إنه يعيشوا مع ربنا. قال لهم كل أكمة وكل جبل وأكمة ينخفض، الأكمة اللي هو الجبل القليل يعني أو حاجة منخفضة شوي. فعايز يقول لهم إيه؟ اوعى حد فينا يتكبر، اوعى حد فينا يتخيل انه فوق التوبه والتغيير وانه يروح لربنا. الكتاب المقدس يقول القلب المنكسر والمتواضع ايه؟ لا يرزله الله. ويقول كمان وتصير المعوجات مستقيم. يعني ايه تصير المعوجات مستقيمه؟ يعني الانسان اللي ماشي عوج لما هيتوب ويشوف خلاص ربنا هتبقى طرق العوجه بتاعته طرق ايه؟ مستقيم. عشان كده ومن هنا جت عظمة يوحنا، نبي تنبأ وشاف تحقيق نبواته، قال انه جاي المخلص والمسيح وجاي خلاص الرب، وهو كان صوت صارخ في البرية وفي نفس الوقت دعا نفسه ودعا الناس للتوبة، وقرر انه يتواضع ويفهم حقيقة نفسه ويفهم ان مصدر تميزه والإمكانيات والقدرات اللي عنده دي مين اللي ادهاله؟ ربنا. فكل جبل وكل أكمة ينخفض. قد إيه الإنسان المتواضع ده الله يعرف يشتغل معاه. عشان كده الكتاب المقدس يقول أنه يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون يعطيهم إيه؟ نعمة. خلونا أحبائي وإحنا بنتذكر أعظم مواليد النساء الرجل المميز نفهم إن سر تميزه كده: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله، وكل جبل وكل أكمة تنخفض، والمعوجات حاجات المعوجة بقى، الأعداد الغلط، الأماكن الغلط، الأصدقاء الغلط، الحاجات الغلط اللي بنتعامل معها لازم تمشي صح. ودي مش هتمشي صح غير لما الواحد يتضع، وغير لما الواحد يعرف أن سر تميزه في ربنا، وغير لما الواحد يقرر أنه يقدم توبة ويعيش معه. ربنا يدينه وديكوا نعمة أن احنا نمشي في سكة التميز، سكة يوحنا المعمدان. وللهنا المجد دائما أبديا أمين.